يعتبر الفنان محمد الجناحي واحدا من أشهر فناني عصره في الإمارات والوطن العربي، حيث أنه عمل كسفير للفن الإماراتي في الكويت والأردن وسوريا ومصر، وهناك قدم العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة. ولد الممثل الإماراتي والمخرج الإذاعي محمد الجناحي عام 1940، يعتبر واحدا من رواد الفن في الإمارات، حيث أنه بدأ مشواره الفني في عام 1967، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمسرحية، كذلك في العديد من الدول الخليجية والعربية، بالإضافة إلى الأعمال التلفزيونية في الإمارات، ليصل ما قدمه إلى أكثر من 200 عمل فني ما بين مسلسلات وحلقات وسهرات. من أشهر وأقدم الأعمال التي قدمها محمد الجناحي للتلفزيون وما زال يعاد بثه على القنوات الفضائية حتى يومنا هذا مسلسل إشحفان الذي قدم فيه شخصية ماكديت، وهو من الأعمال التي نالت شهرة كبيرة في الإمارات، بالإضافة إلى زميله سلطان الشاعر الذي قدم شخصية إشحفان ورفيقهما محمد درواش الكراني، وهذا المسلسل كان في 26 حلقة، أخذت الطابع الكوميدي الهادف وكان بمثابة انطلاقه للجناحي ورفاقه. دخل الفنان محمد الجناحي الفن بالصدفة، وذلك عن طريق مشاركته في أول عمل مسرحي، حيث كان هذا العمل من تنظيم النادي الأهلي بمناسبة أول عيد جلوس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1967، وأيضا زادت فرصته حين انتقل من ديوان الحاكم إلى وزارة الإعلام وخاصة في مجال الإذاعة، حيث عمل في البداية في المكتبة الإذاعية، ثم قدم مع زميله محمد صوان برامج وفقرات خليجية. قام بالعمل مع الفنان سعيد النعيمي، وكان ذلك في أوائل السبعينيات، وقام أيضا بالعمل في مجال الكتابة والإخراج بالإضافة إلى مجال التمثيل. سافر الفنان الجناحي إلى أمريكا للدراسة الأكاديمية في مجال الإخراج، وحين عاد من هناك قرر أن يبدع في الإخراج الإذاعي، فأخذ عدة دورات في مصر وسوريا والعراق. ومن أشهر الأعمال التلفزيونية للفنان محمد الجناحي مسلسل إشحفان، مسلسل حاير طاير، مسلسل دمعة على الرمال، مسلسل مناقصة زواج، مسلسل الفطين، مسلسل أيام الشتات، مسلسل طول عمر واشبع طماشة، جواهر المسلسل البدوي الأردني حقق نجاحا كبيرا جدا، شمس القوايل، حظي نصيب، صقر الجبل، آن الأوان، حريم بهلال، الشقيقان، أيام الصبر، أحلام السنين، بناصر وعياله، أوراق سجينة، القضاة في الإسلام، البيوت أسرار، الوريث، سيف نشوان، محسن الهزاني، حمود وعبود، دارة الأيام. ومن أشهر مسرحياته مسرحية الفار، كلام الناس، ثلاث صرخات، لحظات منسية، المهاجر، القضية، مهاجر بريسبان. قدم الفنان محمد الجناحي أكثر من 400 عمل إذاعي على مدار 40 عاما. توفي الفنان محمد الجناحي في 20 يونيو عام 2008 في سنغافورة بعد صراع طويل مع المرض. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.